استاذ محمد مساء الخير. اذا بدنا نستعرض الحلول يعني بايجاد تنوصل ل يعني منع هذه التعديات اولا وازاله التعديات القائمه على الشاطئ اللبناني. مساء الخير ليال لك ولضيوفي. في مجموعه من المغالطات تسمحي لي بس اولى على السريع بدقيقه قبل ما احكي عن الحلول باختصار لانه الوقت كثير ضيق لو سمحت. باختصار اول شيء بموضوع الإدن باي، الإدن باي لا يحق يعمر، ما بحق له يعمر بالمره لانه في دليلين مثبتين على المخالفه والتزوير. اولا الإدن باي لو قدر يرتفع قدم انه في وحده عقاريه بين عقارين، تبين فيما بعد عدم وجود هذه الوحده العقاريه. ثانيا قدم خريطة توبوغرافية بتقول انه بيحكي عن الشقلات، طلعت حسب خرائط الجيش اللبناني هي خرائط مزورة حسب اكيد خريطة توبوغرافية للجيش اللبناني، ولذلك اي كلام عن حق بالارتفاع هو كلام غير دقيق وغير علمي. وبظن تقرير نائب المهندسين كمان كان واضح، وبظن تقرير المهندسين في بلدية بيروت واضح، وبظن محافظ بيروت حديثا وجه للإدن باي انذار بوجوب إزالة المخالفات. أنا نعم. برأيي اليوم شرطة الشواطئ ومحافظ بيروت قانونيا بحق لهم يروحوا. وآخر شيء غير صحيح ما قاله حضرة العميد أنه اليوم الضابط أنه الأمن لا يستطيع أن ينزل ويشيل التعديات، لأنه هو مساعد، هو ضابط عادي مساعد الضابط العادي بياخذ إشارة من النيابة العامة وينزل مباشرة ينفذ. وإذا هذا الشيء غير صحيح لماذا إذا الأمن شرطة الشواطئ أنا بدي جاوب خليني اخذ مداخله من معالي. انا في اكثر من مثل لما نزلت بلا مؤازره وبلا شرطه بلديه، وانت بتعرف انه 70% من بلديه. اسمح لي خي محمد، اسمح لي يا خي محمد. اول شيء اذا عم تحكي هالكلام هذا ما بعرف كيف اعطوك العلم والخبر على الجمعيه تبعك. قوى الامن الداخلي ما بحق إلا أن تهبط القوى الأمن الداخلي بتؤازر السلطات المحلية اللي هي برا تهبط. تعلم القانون وحكي ساعتها، شرح لي كيف نفذت إزالات. إذن ما بحق إلا تهبط، إذا هبطت مفروض ينحطوا بالحبس وعم بيخالفوا القانون. طب قوى الامن الداخلي ما بحق الا معلك، هو عم يسال كيف هبطت بمحلات ما بحق الا. طب يعني عم بتخالف القانون. نعم عم تخلف القانون. نعم. ليش ما بحق الا تهبط؟ طيب هي عم بتهبط، وقع حجر وقتل عسكري، مين المسؤول؟ وصارت معها حتى لو في اشاره مش من النيابه العامه، من وزاره الداخليه، من مجلس الوزراء. كيف الحكي على هذا الموضوع؟ فينا نسال اي محامي وهو بيجاوب على كل حاجه. مش بتعطي اشاره لقوى الامن بالهدف. استاذ محمد خليك معي، خلينا نسال احيانا محامي مش طبعا من اذر السلطات المحليه. نحن من آزر السلطات معنا، وأنا عبله للأستاذ محمد إذا عسكري هو عم بهبط ومات وصارت مرة معنا، مين بحاسبه؟ وقع عليه حجر وقتل. عم يسأل من 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 خلفية أنه عم بيصير في إزالة التعديات. على كل حال إزالة التعديات القوى الأمن الداخلي عم بيقول عم بقول للمدير العام لقوى الأمن الداخلي ما تسمح قوى الأمن الداخلي هي تهبط، مش شغلتنا نهبط. خلينا نفوت بالحلول، سلة الحلول اللي كنتوا اقترحتوها. صحيح. بالنسبة للحلول موضوع الأملاك العامة البحرية، قال الأستاذ سالم زهران حكي عن القانون اللي بيحكي أنه هي اليوم محل مخصوصة للموج، ولكن في شغلتين أساسيتين كمان لازم نقولهم، هي كل الشواطئ الرملية أيضا حتى بهذا القانون يعني ينطبق على الإدن باي. بس ما حدش بده يكمل بالإدن باي لأول. لا ما بدنا نستفيد بقى أكثر بالموضوع لأنه في كثير مواضيع مثله. خلينا نفوت بالحلول. الحل لا عم فوت على الحل. بناء على هذا المرسوم اللي حكي الأستاذ سالم زهران مضبوط، اليوم على وزارة الأشغال تتفضل وتعيد ترسيم. امبارح صاروا يحكوا عن القوانين لأنه عم يعملوا قوانين تسليم. يتفضلوا أول شيء قبل يعملوا اي قانون يحددوا الاملاك العامه البحريه، لانه حتى بهذا القرار هو قرار يعني واصله ولكن مفعوله كقانون، يتفضلوا يحددوا الاملاك العامه البحريه وهي بتزيد دائما. الاملاك العامه البحريه بتزيد ما بتنقص.
فلازم يرجعوا يشوفوا لوين. ها وحده. ثانيا الغاء المراسيم خصوصا مرسوم 4811 اللي هو المصيبه الكبرى بلبنان اللي سمح لكل هيدي المنتجعات المخالفه والمتعديه انها تعمر على البحر، وهيدا الشيء ما موجود الا بلبنان. هيدا المرسوم 4811 و4810 بعض المواد اللي فيه اللي عم تسمح، يجب على وزاره الاشغال تقدم مشروع الغاء هيدا. وبما انه حكي الاستاذ سالم زهران على موضوع كمان الخمس رؤساء ما سموا الدعوق، نحن بنسميه وما سموا ناس يسموا، لكن الصفدي والدعوق واللي تسموا على كل حال في مرسوم 2005 يجب ايضا ازالته اللي خليهم لهول كلياتهم يقدروا. وكمان ما سمى غدار اللي هو رئيس الكليه الغازيه ومعروف من الجهه اللي وراء حتى نكون ما عم نميز بيناتهم كلهم سوا. على كل حال منكمل اذا الشغله الثانيه، لكن هذه من الاسم اللي ذكرته نحن سمينا اللي كانوا بمجلس الوزراء مشان هيك بس، بس لانه في حدا تابع لمجلس النواب بس لما نحن اللي عم نقول انه في مرسوم ماضي عليه وزير ورئيس حكومه. هذا اللي حكينا بس هالقد، والا بالعكس خيك ادمون قال الرئيس نبيه بري سماه شخصيه بمطرح باليهوديه. ما في مشكله. انا عم اكد على اللي عم تقوله على كل حال، مش عم بختلف معك. صح، واضح. بموضوع الشيء الثالث، اليوم في شيء اسمه الخطه الشامله لترتيب الاراضي اللبنانيه. نعم باختصار لو سمحت. ايه خلصت. هيدي اقرت ولليوم ما في اي التزام فيها لا من التنظيم المدني ولا من البلديات. يجب على التنظيم المدني تطبيقها، ويجب على البلديات اعداد مخططات توجيهيه بتنسجم مع هذه المخططات اللي بتحكي كيف لازم نتعامل مع البحر كثروه وكموقع طبيعي. واخر شيء اسمحي لي كمان اللي هو جزء من الحلول، اليوم للشط قيمه اقتصاديه اذا بنحسبها برجع بقول بتطلع اكثر من بتطلعوا المنتجعات عم نحكي بعشرات المليارات، وفي دراسات تؤكد هذا الشيء. على كل حال معالي وزير السياحه يعني كان حكي عن هيدا الموضوع. استاذ محمد بدي اشكر وجودك. اخر جمله، لذلك يجب هدم لذلك كل التعديات وازاله كل المنتجعات وتطبيق التراجعات. شكرا. ووضع خطه لتحويل الشاطئ ل لا 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 مكان سياحي درجه اولى بتطلع من. شكرا لوجودك معنا، شكرا لهيدي المداخله يلي قمت فيها. مشاهدينا بدي اشوف هيدا الفيديو يلي كمان قعد عن موضوع التعديات البحريه، وبرجع لعندكم وبناخذ كل التعليقات عن هيدا الموضوع. تحضروا الشباب وراح ارجع لعندكم.